خلف الحبات الوادعات تزهو جنات. أومن أن خلف الليل العات الأمواج يعلو سراج. أومن أن القلب الملقى في الأحزان يلقى الحنان. تتلو الصلاة. أؤمن أن في صمت الكون. كل احترام للجنة وكل احترام لهذا الحضور المبارك في موسم أو في مناسبة هامة جدا أساس التعليم في مدارسنا. هي خطوة لبناء منهج متكامل ابتدائي إعدادي وثانوي بمستوى 5 وحدات غير إلزامية. يعني في البعض عم يسأل يعني أنا بدي أجبر الطالب المسيحي يعمل 5 وحدات؟ لا، بدي أحببه يعمل 5 وحدات لحتى يتعمق بدينه المسيحي، لحتى يحب هذا الانتماء والتجذر، مش يكون مجبور فيه، إنما حباً بالمسيح. أنا أعرف أوقف قدام المجتمع، أعرف أكون واعي لإيماني، واعي للكتاب المقدس، واعي لتاريخ كنيستي، واعي لتعليم الكنيسي، واعي لشو الرب عم يقول لي، ولا أكون جاهل بوسط المجتمع وبوسط مجتمع اللي هو متعدد الديانات والثقافات. احنا كلياتنا بدنا نبني هذا الليجو، احنا كلياتنا بدنا نحط، كل واحد يحط ايده، يحط فكرته، يحط قلبه لحتى يتمجد اسم الرب فينا كلياتنا. سبيحك اي اي يسوع المعلم الأعظم لبرايس بيقول أنه يسوع أتقن فن التعليم. واليوم أنا حديثي شوي باختصار على موضوع الاستراتيجيات، 3 نقاط: الاستراتيجيات، الطرق وأساليب التعليم، ولمسة صغيرة للتقييم. فيسوع عمليا قام خلال تعليمه في كل أساليب التعليم اللي إحنا بنعرفها. أنا لما كنت بتفتيش الدين أكثر إشي المعلمين كانوا يعني بيمش غيروا لنا هالأسئلة، غيروا لنا هالمادة، الولاد صارت هيك بس تحفظ. اليوم الولد لا، لازم يستكشف. شكرا جزيلا. غذينا الأرواح بما سمعناه وتلوناه من صلوات، غذينا العقول بما سمعناه من موسيقى ونغمات. قبل حق الأجداد بالغذاء، فقرة التكريم صغيرة جدا. شماس عن جد انا اشكركم، عملتوا لي العيد اليوم، عملتوا لي العيد. بس انا اكتشفت شغله، سيدنا وسياده المطامن وسيدنا الشمريت، انه الكنيسه المعمدانيه بيحب يحكي اكثر من الاورثوذكس. ها، قرر المكتب يكرم الاعضاء اللجنه اللي اشتغلوا، فبدنا نكرمهم. عملوا لهم درع، وين ريما تقري شو مكتوب على الدرع؟ طوبى لمن يتأمل في الحكمة ويتحدث بها في عقله ويتفكر في طرقها بقلبه ويتبصر في أسرارها، ينطلق في إثرها كالباحث ويسكن تحت أغصانها. مكتب المدارس الكنسية المسيحية يتقدم بخالص الامتنان وجميل التقدير إلى السيد يوسف مطر على مرافقته للجنة منهج التربية الدينية المسيحية، على تفانيك وإخلاصك، على مساهمتك واهتمامك حتى وصل المنهج إلى حيز النور. بالتربية الدينية الصادقة نخرج النفوس من ظلماتها وننبت شجرة من الأجيال الصالحة. مع خالص الامتنان والتقدير، مكتب المدارس الكنسية. طبعا نحن اليوم موجودين على بحيرة طبرية، وين السيد المسيح أيضا بلش بشارته مع التلاميذ 12 يلي اختارهن. موجودين في هذا المكان في لقاء يجمع لأول مرة معلمين التربية المسيحية من كل المدارس في الجليل، لنقدر نبادلهم خبرة المكاشفة. شو يعني مكاشفة؟ مكاشفة يعني عرض المنهاج، منهاج التربية الدينية يلي بعد سنوات من العمل اليوم نحن
بنعرضه كشيء مؤكد من قبل وزارة التربية والتعليم. لنا أن نكون كلنا مع بعضنا معلمي الدين المسيحي بالمدارس المسيحية، لأنه إحنا شغلنا هو شغل كنسي، والكنيسة هي مش بس أشخاص، أنا موهوب وبعرف علم الدين المسيحي. مش هيدي شهادتنا، شهادتنا هي أنه نكون مع بعضنا البعض، ومع بعضنا البعض نجرب نفهم سر الإيمان. هذا حدث كبير، 1957 ما كانش في منهج للدين المسيحي، هذا حدث كبير، والأشخاص اللي اشتغلوا كل الوقت، المرشدين الدين المسيحي، المفتشين، المعارف اللي كانوا، فعلاً كان كل واحد يحس أنه عم بيشتغل للمستقبل، بيشتغل لجيل معين، إحنا بحاجة ننشئه في بلادنا. نشكر ربنا على هاي النعمة إنه ربنا أعطانا إنه نقدر نبني منهاج لأول مرة في دولة إسرائيل، منهاج لتعليم الدين المسيحي اللي يغطي كل أطياف المجتمع المسيحي في البلاد، ويعطي لكل مجموعة مسيحية في بلادنا حقها بإنها تعبر عن ذاتها في هذا المنهاج، وبنفس الوقت إنه نقدر من خلال هذا المنهاج نصل لكل الشباب والصبايا لقلوبهم. وصلنا للنهار اليوم، هو بعد عمل ودرب ألام طويلة، ولكن بعد كل درب ألام إحنا المسيحيين بنآمن بالخيامة. إحنا من سنة 2012 وإحنا نحضر لهذا النهار، ولكن اليوم تتوج في 1/12/2023 بعد ما مشينا خطوات كبيرة، وكان في عمل مشترك بين كل العائلات المسيحية اللي هي الكنائس الموجودة والجماعات المسيحية، حتى ظننا نحصل على منهج موحد للجميع. المنهاج أخذ رونق خاص كوننا إحنا نتعامل مع منهاج للدين المسيحي، فكل الوقت كنا نفكر بالطالب المسيحي كيف كان يقدر يواجه الصعوبات اللي موجودة اليوم بالحياة. رسالتي رسالة أمل، أصبح فيه بالأفق أمل، وأكبر إنجاز تم بنظري إنه جسد المسيح مجتمع بكل أعضائه، وهذا إنجاز رائع، وهي بداية رائعة. الإيمان المسيحي هو موضوع جدا مشوق، بيعني قلب الإنسان، روح الإنسان، غاية الإنسان ووجوده، شو هدف وجوده، وبيستحق هذا الموضوع إنه يعلم بطريقة اللي هي تكون أول إشي مشوقة من ناحية استراتيجيات وطرق التعليم، أدوات التعليم وأساليب التعليم تكون مشوقة وتكون عصرية وكمان تكون تكنولوجية قدر الإمكان، وبنفس الوقت إنه الفحوى يكون شامل. وتزهر محبي إن شاء الله الناس اللي منشوفن عدروبنا بتلاقوا بوجهك فينا يا